فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريق الأفضل لنشر المنهج السلفي عند الناس لا سيما في بلدي ومن خارج البلاد؟ الطريق الأسلم التعليم، تعليم المنهج السلفي، تدريسه في المساجد، في المدارس، في المحاضرات، هذا هو الطريق الأسلم. أما أنك تدعو المذهب السلف ولا تدرسه ولا تشرحه لهم، هذا ما يكفي. نعم.